زين العابدين علي بن الحسين سيرته رضي الله عنه وأرضاه. مقدمة عن ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسله، فوائد ذكر قصص السلف الصالح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. هذه الكلمة الطيبة نرددها في صلاتنا دائما، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. هذه الذرية الطيبة، ذرية محمد صلى الله عليه وسلم، قد حسمت، وذلك أن هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه قد رزق 7 من الأولاد، 4 من الإناث و3 من الذكور. أما الذكور فكلهم ماتوا صغارا، وأما الإناث فتزوجنا وأنجبنا، الكبرى زينب وأنجبت أمامة وتزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة وانقطع نسلها، وكذلك أنجبت زينب عبد الله ومات صغيرا وانقطع نسله، وأما رقية فماتت ولم تنجب، وأما أم كلثوم فأنجبت صبيا وبنتا ومات صغارا وانقطع نسلها، وبقيت فاطمة فأنجبت من علي 4، الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. فأما أم كلثوم فتزوجت من عمر بن الخطاب ثم أنجبت منه ولدين وماتا صغيرين، وأما زينب فتزوجت عبد الله بن جعفر ثم كذلك انقطع نسلها، ولم يبق للنبي نسل إلا من الحسن والحسين فقط. فكل من ادعى أنه من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله جده صلوات ربي وسلامه عليه لا بد أن يرجع إلى الحسن أو إلى الحسين ابني علي ابني فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وحديثنا في هذا اليوم عن واحد من ذرية الحسين، وهو زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. وكل ذرية الحسين ترجع إلى علي بن الحسين، لأن أولاد الحسين كلهم ماتوا ولم يبق من ذريته إلا علي بن الحسين، فكل من ينتسب إلى الحسين لابد أن يرجع إلى علي بن الحسين، فهذا هو الفيصل رضي الله عنه وأرضاه. وعندما نتحدث عن هذه الشخصيات، عن هؤلاء الناس، ليس المراد هو أن نقضي وقتا من رمضان أو من غيره من الأيام في سرد القصص، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود كما قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما قال له وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ثم سرد الله له سبحانه وتعالى بعض الأنبياء، ثم قال له تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فالإنسان دائما يحتاج إلى القدوة، فنحن عندما نتكلم عن هذه الشخصيات نريد أن ننظر كيف وصلوا إلى هذه المرحلة التي من أجلها أحبهم المسلمون، وقبل أن يحبهم المسلمون أحبهم الله وجعل لهم القبول في الأرض. ماذا صنعوا؟ ترى هل هم بشر مثلنا ونستطيع أن نفعل كما فعلوا، أو أن الأمر مستحيل؟ طاووس بن كيسان رحمه الله ورضي عنه كان من أئمة التابعين،
كان يقوم الليل حتى يتعب، فيضرب فخذه بيده ويقول لها: اصبري، تحملي، أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به من دوننا؟ والله لا نزاحمنهم عليه. رجل له هدف، يريد رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فاجتهد على نفسه حتى يوصلها إلى ذلك المكان. ونحن عندما نتكلم عن سير هؤلاء الصالحين وننظر في أعمالهم لنقتدي بهم، نحاول أن نتلمس آثارهم. والأمر كما قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فنحن والله الذي لا إله إلا هو نريد هذا الفلاح، نريد الجنة، نريد ما عند الله تبارك وتعالى من الخير العميم الذي أعده لعباده الصالحين. عندما نتكلم عن هذه الشخصيات ننظر في أحوالنا، ترى ما السبب الذي من أجله كانت يعني منزلة هذه الأمة بين الأمم عالية جدا، وما السبب الآن في زماننا نحن ما نراه من الضعة والهون والذل لهذه الأمة. لننظر في أحوالهم ثم نقيس أحوالهم على أحوالنا، فسنعرف عند ذلك الفرق العظيم. ولا يعني هذا أننا نريد أن نصل إلى مرحلة اليأس بحيث أننا لا يمكن أبدا أن ندرك ما وصلوا إليه أبدا، فإن الأمر الذي فعلوه يستطيع كل مسلم أن يسلك هذا الدرب، والله الحمد والمنة هذه الأمة ما زالت تخرج من رحمها أمثال هؤلاء من الصالحين والعباد والمجاهدين وغير ذلك. نعود إلى موضوعنا. إن حديثنا الذي نريد أن نشنف به أسماعنا وأن نريح به قلوبنا وأن نسعد به أنفسنا حديث عن رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رجل كان يلقب بزين العابدين. فرق عظيم بأن يقال عن الإنسان إنه عابد، وفرق بين إنسان يقال له زين العابدين أي خير العابدين أو أفضل العابدين أو أحسن العابدين رضي الله عنه ورحمه. أمه أم ولد، ومعنى أم ولد أي من الإماء، وهم ثلاثة من الصحابة: الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وعبد الله ابن عمر ابن الخطاب، ومحمد ابن أبي بكر الصديق. هؤلاء الثلاثة من الصحابة قدر الله تبارك وتعالى أنهم أخذوا أخوات من سبي فارس. عبد الله بن عمر أخذ واحدة، والحسين بن علي أخذ واحدة، ومحمد بن أبي بكر الصديق أخذ واحدة، وهن ثلاث أخوات. فأنجبت التي عند الحسين له عليا، علي بن الحسين، والتي عند عبد الله بن عمر أنجبت له سالما، والتي عند محمد بن أبي بكر الصديق أنجبت له القاسم. وهؤلاء كانوا من فقهاء المدينة ومن عبادها وعلمائها وأشرافها، حتى قيل ما رغبت قريش بأمهات الأولاد إلا بعد أن خرج أمثال هؤلاء الثلاثة، وهم أبناء خاله: سالم بن عبد الله بن عمر، وعلي بن حسين بن علي بن أبي طالب، ومحمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. قال الزهري عن علي بن الحسين: ما رأيت قرشيا قط أفضل من علي بن الحسين. ويقول يحيى بن سعيد الأنصاري: حدثني علي بن الحسين وهو أفضل قرشي أدركته. إلى هذه الدرجة يتكلمون عن علي بن الحسين. قال رجل لسعيد بن المسيب الإمام، قال: ما رأيت أورع من فلان، يعني فلان ذكر رجل فيه من الورع، والورع هي منزلة الإنسان أنه يصل فيها إلى درجة الزهد والتنزه عن خوارم المروءة وعن سفاسف الأمور وعن كل ما يشك فيه أنه حرام وكذا، منزل يعني رفيعة جدا في الإنسان يتقرب بها الله تبارك وتعالى. فقال: ما رأيت أورع من فلان. فقال له سعيد بن المسيب: هل رأيت علي بن الحسين؟ قال الرجل: لا. فقال له سعيد بن المسيب: والله ما رأيت أورع من علي بن الحسين رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه.
علي بن الحسين ذكروا أنه قاسم الله ماله مرتين، مرتين في حياته قاسم الله ماله. ومعنى قاسم الله ماله أي جلس في يوم من الأيام ونظر في جميع أمواله من نقود، من مزارع، من عبيد، من ملابس، يعني كل ما يملك، ثم قسم هذا المال نصفين فأبقى نصفا وجعل نصفا لله سبحانه وتعالى. وكان قد فعلها قبله الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قاسم الله ماله ثلاث مرات حتى أنه كان يأتي للنعل فيتصدق بواحدة ويبقي واحد، طبعا قبل ما يحرصوا على الكشخة، يعني لازم نعالج نفس الشيء وكذا ما يحرصون على هذه. فالقصد أنه قاسم الله ماله مرتين، أعني علي ابن الحسين. علي ابن الحسين اشتهر بأمر، بعض الناس اليوم يحرصون على مثل هذا الأمر، اشتهر علي بن حسين بقضية ألا وهي قضية صدقة السر. كان قد اشتهر بصدقة السر. واحد يقول كيف صدقة سر واشتهر بها؟ المفروض صدقة سر لا تعلم، فكيف اشتهر بها؟ اشتهر بها بعد موته رضي الله عنه ورحمه، حتى إنهم قالوا كان 100 بيت في المدينة يأتيهم طعامهم وشرابهم لا يدرون من أين، قبيل الفجر يجدون الطعام عند أبوابهم، يفتحون الباب يأخذون الطعام ويدخلون، لا يدرون من أين يأتيهم الطعام. حتى قال بعض أهل المدينة ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي بن الحسين، وكان يعول قريبا من 100 بيت رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. حدث بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق نسمة مؤمنة أعتق الله منه كل عضو بكل عضو منها. فلما سمع هذا الحديث من أبي هريرة عن النبي صلى بواسطة عن أبي هريرة عن عروة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمع هذا الحديث ذهب إلى عبد الله سامه، أي أراد أن يشتريه عبد الله بن جعفر بـ10,000 درهم، فقال اذهب فأنت حر لوجه الله تبارك وتعالى. دخل يوما على محمد ابن أسامة بن زيد وهو مريض يعوده، فبكى محمد بن أسامة، فقال له علي بن الحسين ما الذي يبكيك؟ فقال محمد علي دين 100,000 دينار وأنا الآن أموت ولا أستطيع أن أسدد ديني. قال علي دينك، هذه السهولة، علي دينك، نم قرير العين، مت قرير العين، دينك علي. ثم خرج من عنده وسدد هذا الدين. الحلم عند زين العابدين ثم عبادته وخشيته لله تعالى. ذكروا أنه كانت له جارية رحمه الله ورضي عنه، كانت تسكب له الماء للوضوء، وبينما هو يتوضأ وهي تسكب الماء له سقط الإبريق منها فشج رأسه، فالتفت إليها فخافت هذه الجارية، فلما رأت الغضب في عينيه من هذا الفعل قالت له والكاظمين الغيظ، ذكرته بالآية، ذكرته بكلام الله تبارك وتعالى، كما ذكر أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وكان قبل أن يسلم شاعرا وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إبليس كان شاعرا وكان يهجو النبي، يسب النبي في شعره صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم أبو سفيان كان إذا جاء وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقوم ما يجلس معه حتى بعد إسلامه، لأن النبي كان متضايقا منه صلى الله عليه وسلم، أنت ابن عمي وتهجوني، يعني لا خيرك ولا كفاية شرك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يقوم، وإذا التفت إلى النبي صد النبي عنه، حتى تضايق أبو سفيان ابن الحارث من هذا العمل، فذهب إلى علي بن أبي طالب وهو ابن عمه أيضا، فقال يا علي ما بال رسول الله يعاملني هذه المعاملة وأنا ابن عمه؟ فقال له علي وهل نسيت ما فعلت؟ بدل أن تنصره وتقف معه على الأقل تكف شرك، صرت أنت الذي تهجوه وأنت ابن عمه خليص، كيف تفعل هذا؟ فقال أبو سفيان ولكني أسلمت، يعني تبت الآن مفروض انتهى كل شيء. فأرشده علي
وكان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فأرشده علي قائلا: إيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قل له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يعني كما قال إخوة يوسف ليوسف. فجاء أبو سفيان فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه في المجلس ثم قال له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فلم يكن من النبي بد إلا أن قال: يغفر، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فسامحه صلوات ربي وسلامه. وكانوا وقافين عند القرآن الكريم، بهذا ارتفعت منزلتهم عند الله تبارك وتعالى. علي بن الحسين لما سقط الإبريق من الأمة العبدة، سقط منها الإبريق وشج رأسه، التفت إليها مغضبا فقالت له: والكاظمين الغيظ. ذكرته بقول الله تبارك وتعالى، فماذا قال؟ كظمت غيظي، خلاص ذكرتيني بالله، خلاص كظمت غيظي، طمعت. قالت: والعافين عن الناس، تكظم غيظك الآن تضربني بعدين. قالت: والعافين عن الناس، أريد العفو الآن أنا. قالت: والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك، خلاص سامحتك. طمعت. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. كانوا وقافين. الآن لو إنسان أغضبته الآن اليوم ثم قلت له: والكاظمين الغيظ، يقول: ها سبني بعدين تقول لي والكاظمين الغيظ، تضربني ثم تقول والكاظمين الغيظ، تفعل ثم تقول والكاظمين الغيظ. ما يتوقف عند كلام الله تبارك. بهذا ارتفعوا، بهذا نالوا الدرجات العلى. بمجرد أن قالت له والكاظمين الغيظ لم يملك إلا أن يقول: كظمت غيظي. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. كان متواضعا جدا، كان يجلس عند أسلم مولى عمر بن الخطاب. أسلم عبد لكنه في عنده علم. فكان علي بن الحسين وهو يعني من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، من أشرف أهل الأرض في ذلك الوقت، فيأتي ويجلس عند سالم بن عبد الله يتعلم منه. فأنكر عليه بعض الناس من قريش فقالوا: أنت من أنت؟ أنت علي بن الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاشمي القرشي، تجلس عند عبد بني عدي؟ فما كان أن قال: المرء يجلس حين ينتفع، المرء يجلس حين ينتفع. أنا أنتفع هنا، أنا أجلس هنا ولا أبالي. جاءه رجل يوما فسبه، شتمه. لما شتمه هذا الرجل ثار العبيد، هو لم يتكلم، وإنما الذي غضب له عبيده خدمه، غضبوا وثاروا وأرادوا أن يضربوا هذا الرجل، فقال: دعوه لا تفعلوا به شيئا. ثم التفت إلى الرجل فقال له: ما ستر الله عنك من أمرنا أكثر. يعني إذا أنت تعرف شيئا يعني من المساوئ التي تظنها فينا، ترى الله سبحانه وتعالى ساتر علينا وعندنا من المساوئ، والله به عليم، لكن الحمد لله الله ساترنا سبحانه وتعالى. يقول: ما ستر الله عنك عن منا أعظم، ألك حاجة نعينك عليها؟ ثم أعطاه شيئا من المال وأكرمه. فاستحي الرجل، يعني ما يدري ماذا يفعل. فلم يملك هذا الرجل إلا أن قال: أشهد أنك من أولاد المرسلين. يعني ما يفعل هذا إلا أولاد المرسلين. جاءه يوما ابن عمه، هو ما اسمه؟ هو علي بن الحسين ابن علي. جاءه ابن عمه الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ابن عمه الحسن، فتكلم عليه بكلام غليظ، أعطاه كلاما يعني أغلظ له فيه، وعلي ساكت لا يتكلم، حتى سكت الحسن بن الحسن. فلما سكت الحسن لم ينصرف عنه حتى أكمل كلامه. فلما انتهى كلام الحسن بن الحسن انصرف علي بن الحسين إلى بيته. فلما هدأت الأمور وكان الليل، ذهب علي بن الحسين إلى الحسن بن الحسن فطرق عليه الباب، فخرج الحسن ابن الحسن وإذا علي بن الحسين. نعم. قال له: يا ابن عم، إن كنت صادقا فيما قلته عني فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فيما قلته عني فغفر الله لك، السلام عليكم. ثم انصرف.
فأمسك به الحسن الحسن وظل يبكي حتى رثي له. شوف هذا التعامل، شوف هذه الأريحية، شوف هذا الهدوء يعني والعفو والمسامحة، كل هذا كان من علي بن الحسين رضي الله عنه وارضاه. كان مع هذا من العباد، حتى كان إذا أراد أن يدخل في الصلاة يعني تصيبه مثل رعشة، فيقال له ما لك صلاة شو المشكلة؟ قال أتدرون بين يدي من سأقف؟ إنني سأقف بين يدي الله تبارك. ونحن لا نقول كل إنسان يفعل هذا ولا بد تحوسك هذه تصيبك هذه الرعشة إذا، لكن هذا شيء يعني كان يحدث له رضي الله عنه ورحمه، كان يشعر برعدة ويقول تدرون بين يدي من سأقف؟ إنني سأقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وكان إذا أحرم بالحج أو العمرة يرون وجهه مصفرا، يصفر وجهه، يقول له يقول له ما لك إنك مقدم على طاعة، المفروض تفرح إنك مقبل على طاعة. قال والله إني أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقال لي لا لبيك ولا سعديك. شوف الخوف كيف يخاف من الله تبارك وتعالى أن يرد عليه عمله. يقول طاووس بن كيسان رحمه الله تبارك وتعالى سمعت عند الحجر، الحجر اللي هو الحطيم اللي يسمي الناس حجر إسماعيل، يقول سمعت عند الحجر علي بن الحسين يقول يعني يدعو الله تبارك وتعالى بينه وبين الله سبحانه لكن صوت مسموع شوي، فيقول طاووس سمعته ماذا يقول؟ يقول لله تبارك، يخاطب الله تبارك وتعالى، يقول عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك. يخاطب الله، يتذلل لله تبارك وتعالى. يقول طاووس حفظتها فما دعوت بها في كرب إلا كشف عني. يقول يعني من جمال هذه الكلمات تذلل لله تبارك وتعالى. وقال مرة إني لأستحيي من الله أن أرى الأخ من إخواني فيسأل فأسأل الله له الجنة وأبخل عليه بالدنيا. وهذا يحدث كثيرا، يعني تأتي لرجل تقول له مثلا أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك الجنة، ثم يطلب منك 20 دينار وانت عندك تقول والله اسمح لي ما أقدر ما تعطيه. يقول والله إني أستحي أسأل له الجنة وأبخل عليه بالدنيا. يقول فإني أخشى يوم القيامة أن يقال لي والله لو كانت الجنة بيدك ما أعطيته شيئا منها، لكن لأن الجنة ليست بيدك خذت بالجنة أسأل الله لك الجنة، خذ الجنة لكن ليست بيدي، لو كانت بيدك يقول لبخلت بها عليه. وكان من دعائه اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لوائح العيون علانيتي وتقبح في خفيات العيون سريرتي، يعني ما أريد أن في العلن يحبني الناس وفي السر يكرهونني. اللهم كما أسأت وأحسنت إلي فإذا عدت فعد علي. الله أكبر. كلنا نسيء وكلنا نخطئ. علي بن حسين يخاطب الله تبارك وتعالى يقول اللهم إني كلما أسأت أنت تحسن، اللهم إن عدت إلى الإساءة فعد إلي بالإحسان. وسئل عن كثرة بكائه، كان يبكي كثيرا علي بن حسين، فقيل له إنك تبكي كثيرا، فقال نبي الله يعقوب صلوات ربي وسلامه عليه فقد سبطا فبكى حتى بيضت عيناه من الحزن وهو لا يدري أحي أو ميت، وأنا مات من أهل بيتي 14 رجلا أمام عيني، ألا تريدونني أن أبكي؟ يعني في معركة الطف عندما قتل الحسين والعباس وأبو بكر وعثمان وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عون وغيرهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. موقف علي بن الحسين من أبي بكر وعمر دفاع الفرزدق عن علي بن الحسين ثم وفاته. جاء رجل إلى علي بن الحسين فقال له أخبرني عن أبي بكر، يعني ما رأيك في أبي بكر الصديق؟ قال أخبرني عن أبي بكر. فقال له علي بن الحسين عن الصديق تسأل؟ يعني أو أبو بكر آخر، قال عن الصديق تسأل؟
استغرب القلب وتسميه الصديق، لأنهم كانوا يظنون أن آل البيت يكرهون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن الصديق تسأل، قال أو تسميه الصديق، قال ثكلتك أمك، قد سماه صديقا من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار، فمن لم يسمه صديقا فلا صدق الله له قوله. وسأله رجل عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار علي بن الحسين إلى قبر النبي وقبر أبي بكر وعمر، لأنهم مدفونان معا قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بمنزلتهما منه الآن. كيف منزلتهما الآن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي منزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم في الدين. قال بمنزلتهما منه الآن. وجاءه رجل يوما فتكلم في المهاجرين والأنصار، أخطأ في حق المهاجرين والأنصار، فقال له علي بن الحسين: يا أخي، إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله وأولئك هم الصادقون، هل أنت من هؤلاء؟ قال الرجل: لا، هؤلاء المهاجرون. قال: فإن الله تبارك وتعالى قال بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هل أنت من هؤلاء؟ قال الرجل: لا، هؤلاء الأنصار. قال: فإن الله تبارك وتعالى يقول بعد ذلك: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، هل أنت من هؤلاء؟ قال: أرجو ذلك. قال: لا والله لست من هؤلاء، من لم يحب هؤلاء وهؤلاء، يعني المهاجرين والأنصار، فليس من هؤلاء أبدا، لا يمكن، لا يمكن أن يكون من أولئك. وقد غلا كثير من الناس بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اشتكى آل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه من ذلك. قال علي بن الحسين: أيها الناس، أحبونا حب الإسلام فما برح بنا حبكم حتى صار علينا عارا، هكذا يقول: حبكم صار علينا عارا، غلوكم هذا، إفراطكم هذا صار عارا علينا. وأنا أذكر لكم قصة تبين لكم هذا الأمر. هناك أحد الكتاب قرأ كتابا يقال له الكافي، وهذا الكتاب مليء بالشركيات، وكل هذه الشركيات تنسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخص تنسب إلى جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين، يعني علي بن الحسين جده الذي نتكلم عنه الآن، جل هذه الشركات تنسب إلى هذا الرجل، وهو كذب عليه لا شك في ذلك. أحد الكتاب لما قرأ هذا الكتاب ظن أن هذا الكلام المنسوب إلى جعفر الصادق أن فعلا جعفر قاله رحمه الله ورضي عنه، فاتهم جعفرا الصادق بأنه زنديق والعياذ بالله. لماذا؟ قال: كيف يقول هذا؟ هذا كلام الزنادقة. لكن ما درى هذا المسكين أن جعفرا مكذوب عليه رضي الله عنه ورحمه. ولذلك يقول علي بن حسين جد جعفر الصادق، يقول: أيها الناس، أحبون حب الإسلام فما برح بنا حبكم حتى صار علينا عارا، صرنا نتهم بأشياء بسبب غلوكم فينا. وقال يوما: أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام، لا تجعلون أصناما تعبد من دون الله تبارك وتعالى.
وقال يوما لأحد أولاده: يا بني لا تصحب فاسقا فإنه يبيعك بأكلة وأقل منها. قال: ولا تصاحب بخيلا فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه. ولا تصاحب أحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. ولا تصاحب كذابا فإنه كالسراب يقرب إليك البعيد ويبعد عنك القريب. قال له أحدهم: متى يبعث علي بن أبي طالب؟ وهذه عقيدة يقال لها الرجعة، يظن عليا يرجع إلى هذه الدنيا قبل يوم القيامة. فقال له رجل: متى يبعث علي بن أبي طالب؟ قال: والله ليبعثن علي بن أبي طالب يوم القيامة ثم لا تهمه إلا نفسه. اشتغل بنفسك، لا تهمه إلا نفسه، انسوا هذه القضية أنه يبعث قبل يوم القيامة، رحمه الله ورضي عنه. حج هشام بن عبد الملك، وكان هشام في ذلك الوقت أخا للخليفة، كان الخليفة الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك بن مروان، الخليفة الأموي أو المرواني. الخليفة وليد بن عبد الملك أخوه هشام ذهب إلى الحج، فكان يطوف حول الكعبة، فكان في زحام كما هو الحال الآن على الحجر، فالناس عند الحجر يزدحمون، فإذا أراد أن يقبل الحجر يجد صعوبة في الوصول إلى الحجر. ثم تفاجأ برجل يطوف أيضا، فإذا جاء عند الحجر كل الناس ابتعدوا، وجاء حقبل الحجر وحده ثم انصرف إلى الشوط الثاني. كل ما وصل الحجر كل الناس يتفرقون عن الحجر، ويأتي الرجل يقبل الحجر ثم يجتمع الناس مرة ثانية إلى الحجر، وهو لا يستطيع، وهو أخو الخليفة. فغضب طبعا هشام بن عبد الملك من هذا الفعل، فقال، وهذا الرجل طبعا علي بن الحسين، فقال هشام بن الملك: من هذا؟ فإني لا أعرفه. يعني لماذا؟ هو يعرفه، هو يعرفه هشام بن عبد الملك، لكن يسوي نفسه ما يعرفه. فقال: من هذا؟ فإني لا أعرفه. وقدر الله أن الشاعر همام بن غالب اللي هو الفرزدق كان موجودا، فغضب من كلام هشام: كيف تقول لا أعرفه؟ يعني تحاول أن تصغره من أعين الناس، الناس تعرف هذا الرجل، ولذلك تفرج له، تترك له الحجر وحده رضي الله عنه، أنت تقول لا تعرف، من أنت حتى تقول لا تعرفه؟ فقال الفرزدق يعني ارتجالا غضبا لعلي بن الحسين، قال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، فليس قيلك من هذا بضائره، العرب تعرف هذا، العرب تعرف من أنكرت، والعجم من معشر حبهم دين، وبغضهم كفر، وقربهم منجى ومعتصم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض، قيل هم، لا ينقص العسر بسطا من أكفهم، سيان ذلك إن أثروا وإن عدموا. فلما قالها الفرزدق، طبعا قالها لهشام أخي الخليفة أمام الناس في الحج، وطبعا الشعراء هؤلاء وكالات أنباء، طبعا منذ أن يتكلم الكل يلتقط هذا الشعر وينتشر في كل مكان، فغضب طبعا هشام بن عبد الملك، ف
فأمر بالفرزدق أن يحبس لأنه أهانه، تكلم عليه بهذا الكلام فقال احبسوه، فحبس الفرزدق. فلما أمر بحبسه قال الفرزدق: أيحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يهدى منيبها يقلب رأسا لم يكن رأس سيد وعينين حولاوين باد عيوبها؟ كان هشام أحول، فالفرزدق هجاه قال: أنا أول ساكت عنك، الآن أهجوك. فلما سمع، طبعا لما قال الفرزدق أخرجه، خاف منه لأن هذا بات يشتغل عليه شعر زين ويؤذيه، فأخرجه. فلما سمع علي بن الحسين بما قال الفرزدق ودافع عنه أرسل له 100,000 دينار، يعني هدية من علي بن الحسين الفرزدق، فالفرزدق ذهب بها وأعطاها علي بن الحسين. قال: والله ما قلتها إلا غضبا لله ورسوله، ما منك شيء، أنا ما قلتها لتعطيني وإنما قلتها غضبا لله ورسوله. هذا يتكلم عليك، من هذا ومن أنت حتى هذا يتكلم عليك؟ فردها الفرزدق ولم يقبلها. هذا هو علي بن الحسين رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. توفي رحمه الله تبارك وتعالى سنة 94 من الهجرة، وله من العمر 58 سنة، ودفن في البقيع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة التي توفي فيها علي بن الحسين قيل لها سنة الفقهاء، لأنه توفي في هذه السنة سعيد المسيب وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير وأبو بكر بن الحارث بن هشام وعلي بن الحسين، فسميت سنة الفقهاء، يعني السنة التي توفي فيها جماعة من الفقهاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياكم مع علي بن الحسين وآبائه وإجداده، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.